اهلا وسهلا بمتابعي المجوهرات. غزه عند زكريا اللي كتوجد مدينه ازرو كتبيع الذهب 18 الكره وكدير الارسال لجميع المدن المغربيه وفابور. ما عليك غير تختار الارتيكل اللي يعجبك صيفطو لنا في الواتساب نصيفطوه لك ما بين 24 ساعه 48 ساعه يكون عندك ان شاء الله والخلاص حتى يوصلك. مرحبا بالجميع. نمارسو الطقوس لوكاليزاسيون ديالنا. حنا مجوهرات غزه عند زكريا كنتواجدوا في رقم واحد زنقه موسكو احداث ازرو. ازرو كتواجد في مدينه اسفران نواحي الاطلس المتوسط. مرحبا بالجميع. ما نطولش عليكم، اليوم جبت لكم ثلاثه البياسات كنسخن لكم اللايف اللي غيكون ان شاء الله هي نهار الاثنين يا نهار الاربعاء ان شاء الله. المهم بين الاثنين ثلاثه الاربعاء غيكون فيسبوك، وفاش كيسالي فيسبوك كيتحط في لاشين يوتيوب. مرحبا، نبداو لكم بهاد السريتلا ان شاء الله. هاد السريتلا ديال خدمه سير كوموندو اللي بغا نصاوبوها له حتى هي ها هي فيها 39. نتاكد لكم منها، سمحوا لي دقيقه نتاكد لكم من الوزن ديالها بالضبط باش نعطيكم داكشي اكزاكت. فيها 39 غرام اونص. هاد السريتلا فيها 39 غرام اونص كتشوفوا، فيها جوج منقوشين وواحد سامبل. القياس هو في القطر ديال اليد. انا سمحوا لي نجبدها نوري لكم القياس. القياس ديال الدوره ديال اليد هو 6.6 هنا في العبار. اللي كيسولني كيفاش نشد العبار ولا شحال كنعرف اللبس لا في الخاتم ولا في البراسل، هكا 6.6 في القطر. هانتوما جوج قوشين وواحد سامبل فيها 39 غرام فاس اونص. 39 غرام اونص كدير هو الثمن الغرام ديال هادي كدير 440 درهم. راه 450 درهم حتى 460 باش كتخدم، مي في الشهر ديال البرومو خدمناها ب 440 درهم. هادي مخدومه سير كوموند. بالنسبه اللي كيقول لي راه اللي كيشوف هكا بانها شي شويه كتبومبا، راه عادي. راه الوزن اللي كيحكم هو انك راك عندك تقريبا 40 غرام، عادي تبومبا 6 3 بومبا هكا حيت منقوشه، ولكن راه ما تهرس ما حتى شي حاجه غارونتي ديالها. 39 غرام اونص، 39 غرام اونص غنضربوها في 440 درهم غتعطينا 17380 درهم، 1738 الاورو. هانت سريتلا غزاله الميلجات الذهب الاحمر، روعه الصراحه الله. اللي عجباتو البنات ما عليه غير يتصل بنا. نمره الواتساب هي 0921 24 46. نخدمو لك الجراماج اللي بغيتي والقياس اللي بغيتي. المده ما كتجاوزش سيمانه ان شاء الله، سيمانه يكون لا كوموند عندك واجده. ما بين توجد ان شاء الله لا كوموند باش نصيفطوها لك وباش تكون عندك ما تفوتش 10 ايام ان شاء الله. كتعطينا غير العربون وكتعطينا المعلومات وكنصيفطوها لك وحتى كتوصلك وعاد كتخلصها. عندي عاوتاني هاد الكورميط، جبت لكم هاد الكورميط ديال العنق، فيه العنق وفيه اليد. هذا سامبل هانتو حيت كنت معقود عندي له. هذا سامبل حيت كان معقود داكشي باش كيتلوى، ها هو يتسرح دابا. هذا فيه اليد وفيه العنق، هذه العنق وهذه اليد ديالو. وتاف لي ديتاي ديال الفورما راه قد قد كيتمشاو نفس الفورما ديال هادي نفس الفورما ديال هادي، ما كاينش اختلاف اللي كبيره. هادو بجوج بهم فيهم ما بين العنق واليد فيهم 22 غرام فاصله 04 هاد اليد كتشوفوا وهاد العنق بجوج فيهم 22 غرام 22 غرام فاصله 04 غضربهم في 440 درهم للغرام 8800 ريال كتجيك 9700 درهم. 9700 درهم هاد الراد كود اليد ود العنق ب 9700 درهم، والارسال مجاني لجميع انحاء المدن المغربيه. بالنسبه اللي كيسولناش من دابا، هذا ديال 18 كره، كاع الذهب اللي كاين في المغرب فيه 18 كره، غير 18 كره عندنا في المغرب على حساب اختلاف لي موديل والخدمه والزواقه. المهم هادو بجوج كيتعاو ب 9700 درهم 970 ديال الاورو 194000 ريال. هانتوما بالنسبه للطول راه كيكون العنق في ديك حدود 42 44، ود اليد كيكون 20 سنتيم. اللي بغى لي تيطاي بالضبط ولا اللي بغى اكثر من هكا في لوبوا ولا في الطول ولا شي حاجه يتصل بيا في الواتساب ناخذ له المعلومات. كيف قلت لكم السيمانه كيكون واجد لا كوموند. ومرحبا بالجميع. هادي العنق ود اليد كورميت سامبل دراتكو كيتقام ب 9700 درهم فيه 22 غرام فاصله 04. نحيد لكم هادي نوريكم عاوتاني هذا البلاك اللي كتقولوا له لا هو سميتو د الاس موديل ديال الاس. نحطو هادي باش اللي ما شافهاش مزيان في يدي يشوفها مزيان في المانكا بحال هكا. هادي الاس زايده شويه عليها، ولكن اللي بغى اقل من هاد الميزان راه موجود ان شاء الله. ما عليك غير اتصل بينا
المحل مجاورة غزة، وإن شاء الله كلشي يوجدوا لك. من الناس ما الناس اللي كانوا مستنين على لويز راه والو ما لقيناش لويز، مش ما يقولوش راه ما بغيناش نخدموا معاهم ولا راه لويز والو، لويز راه ما كاينش القديم، اما داك الجديد راه ما كنبغيوش نخدموا به، الجديد خليه لي موديلات جداد. هادي غورميت ديال الاس، في هاد اليد وفي هاد العنق، كيف كتشوفوا هاد العنق هاد اليد ها هي فيها خمسة ديال الوريدات هكا ومنقوشين دوك الوريدات، وهاد ديال العنق فيه حتى هو خمسة. هنا نحاولوا نقادو لكم الاخر ديالهم باش تشوفوهم مزيان. هادو هاد العنق ديال اليد ديال الاس فيهم يا لالا 24 غرام فاصلة 0.8، 24 غرام فاصلة 0.8، إذا مضروبة في 440 درهم للغرام كتقام ب 10600 درهم، 10600 درهم، 1060 ديال الأورو، مليون و 12000 ريال، هادو بجوج دليد ود العرق مليون و 12000 ريال. يلا هانتو اللي عجبتها شي وحده ما عليها غير تصل بينا في الواتساب، بغات غير العنق بوحده ولا اليد بوحده تصل بينا في الواتساب نبيعوها لها بوحده، بغات اكثر من هذا الميزان اتصل بيا في الواتساب نشوف لها اكثر ولا قل من هذا الميزان ان شاء الله. المهم اللي عجبتو شي حاجه ما عليها غير يسكرينيها ويتصل بيا في الواتساب ومرحبا. نمرة الواتساب اخر مره غنعاود نقولها لكم باش تعقلوا عليها 06 21 24 02 46، ونهاركم مبروك واستعدوا ان شاء الله اللايف اللي غيكون واحد الميزات اللي خياليه ما تعطلناش لكم، ولكن جبنا لكم شي حاجه اللي واعره.